التفكر الخارج عن إرادتنا، ونبدأ على بركة الله هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج الرأي العام، حيث سنحاول كما عودناكم في البرنامج أن نتطرق عبر جزئين من هذا البرنامج إلى موضوعين مختلفين. سيكون الموضوع الأول وهو في هذا الجزء بالتحديد من برنامج الرأي العام متعلقا بالأجندة السياسية لحزب تكتل القوى الديمقراطية في ظل هذه التجاذبات السياسية الطارئة على الساحة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالساحة السياسية بعد إسقاط التعديلات الدستورية من قبل مجلس الشيوخ، وفي ظل أيضا هذا الحراك المحموم من قبل الأغلبية الرئاسية في إطار تمرير التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي دعا إليه رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي الأخير. مواضيع مختلفة تتعلق بالأجندة السياسية، الرؤى، الأطروحات والأفكار والآراء التي يطرحها حزب تكتل القوى الديمقراطية في هذه الوضعية الراهنة. ستكون مع الأمين الدائم لحزب التكتل وهو الأستاذ الإمام أحمد المحمد، الذي طبعا أرحب به بداية معي. أهلا وسهلا بكم أستاذ. إذن دعونا بداية هنا نسأل عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، ما هي المواقف الرئيسية للحزب حاليا من هذه التعديلات الدستورية ومن إسقاط هذه التعديلات من قبل مجلس الشيوخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم. انا ملي لك شفتكم من ضمن صوتي لكم ونعتذر عن التاخر صحيح اللي خارج عن ارادتنا كاملين. شكرا على الاستضافه الكريمه. نختار في البدايه ناكد للمستمع الكريم بصفه عامه والمناضلين التكتل بصفه خاصه والموريتانيين قاع كاملين ان التكتل الحمد لله هي مازال في بلو وراجين ان شاء الله ذاك اللي هو هدفه، اللي هو احداث تغيير ديمقراطي حقيقي في هذا البلد، يجي ان شاء الله مصلحه المواطن ومن اجل المواطن، وان هذا ما زال مستمر، ذيك الحيويه وذيك الروح النضاليه ما زالت موجوده ولله الحمد. وعليه نختار سابق نجاوب بصفه مباشره على سؤالكم، تسمحوا لي شوي مقدمه سريعه. احنا في تكتل القوى الديمقراطيه نؤمن بأن موريتانيا تستحق الأفضل، وأن موريتانيا عانت الكثير من ذي الأحكام الاستثنائية اللي عيات تجي للأسف الشديد كيف تلي بين ليدين ضرك بلبوس ديمقراطية، وبه اللي هذا المبارك مع ضرك ما يقد حد يلود له اسم آخر لا انقلاب عسكري حول ضد هذا الدستور اللي ذهو به اللي انقبض في الطريق واضحة. القانونيين دلاو بدلويتهم فيها وفاتن قالت فيها ياسر من الآراء، وأنا ماني راجع لذاك ذيك التفاصيل القانونية، يا غير واضح أن مجلس الشيوخ أنه برفضوا هذه التعديلات والله الاقتراح اللي ذهو واللي احنا حييناه في وقته، وأنا هون من المنبر أعيد تحيتي له وتهنئتي لأعضاء مجلس الشيوخ اللي قاموا بالعمل الجليل. إلين اللي رفض هذه المقترحات مادة عاقلة وحكيمة يلا توقف عند الحد، ذاك الأخر عاد قال له تفرصي، وعاد قال له في الحقيقة الزج بالبلاد في المجهول. وعليه الرجوع لسؤالك، احنا رأينا سابق وعاقب اللي عدلوا الشيوخ هو ان تغيير الدستور انه في حد ذاته في منتهى الخطوره، به اللي المساس من العمود الفقري اللي قال له دوله موريتانيا الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه، قبل اهلها كاملين وتوافقوا على نص قال له الدستور ووافق عليه بانتخابات معروفه طبعا، وهذا النص هو الحكم بيناتنا كاملين، هو ملي اللي يلا يعود مقدس عندنا كاملين، ولا يعود لعبه في دين احكام والله في دين ارواقيش معينين من اجل اغراض معينه. وعليه انا احساسي واحساس التكتل ان كيف تلي لا تنقبض بينا طريقه واجعه خطيره. ونختار نذكر في المجال بان ياسر من الدول حوالينا للاسف الشديد خلقت فيها ياسر من مشاكل، ما الله قاعد بعض منها اللي احترق ولا زال يحترق للاسف الشديد، وهذا الشيء انا اقوله بكل اسف بكل حزن غير واقع. والبدايه كانت هو محاولات تغيير دستور او
محاولة الزج بالبلاد في طريق ما هي طريق التوافق. مد عقلاء حكماء يا الله تعود تعرف أنها ما تقدر تعدل شيء ما هو بالتوافق الوطني، والدستور ما يمتس بده بعد حكيمها من فضل من روسها ما تمس ما هو لين يعود فهم توافق وطني شامل. وبالرغم من أنك كنا ضد المساس بالدستور من البداية به اللي شاف ظروف معينة والحوار اللي خلق ما شاركنا فيه به اللي لم يفي بالمطلوب، ولأنه حدنا فهم طيف معارض كبير نفتخر بأن معاه وأن نشاطره الرأي وإحنا هو في نفس الخندق بإذن الله صامدون. بالرغم من أنك كنا ضد ذيك المحاولات الأولى، وبالرغم من أنك كنا ضد محاولة تمريره عن طريق البرلمان به اللي لا فائدة منها ولا هي ضرورية ولا هي أولوية، إلين أمو اللي توقع اللي مبارك معاه لا هي يغير في الدستور إذا هو قاع ما هو أولوية. المهم أن رجعنا إياك ما نطول للبداية، عودون على بدء شخلك برلمان فاقت واحدة من غرفه وشرتنا كاملين ورفعت رؤوس الموريتانيين وقالت لا هذا ما في مصلحة الوطن، من الحكمة قبلنا يتوقف عند الحد اللي ذهو ضرك. رجعنا من جديد لمحاولة تمرير هذه التغييرات عن طريق خاطئ المادة 38 استعمالها في الظرف اللي ذهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ويا غير يا واجعة بلدنا فيه بعض من الارواقيج ما تلاوي استحاو، إذا تستحي فافعل ما شئت والله قول ما شئت. تعرفوا أن فيه حتى بعض البرلمانيين يوقفوا ويقولوا هذه الدولة يا الله تعود مملكة، والبعض من الناس يوقف الرئيس قال أنه منتخب وأنه مأموريته الثانية وافية وأنه ما تلم ترشح ويوقفوا له في العلن أمام الكاميرات ويقولوا له لا ما أننا راضين بذا لا بد أن نتعدل لمأمورية ثالثة وعاشرة. وزراء يوقفوا تحت قبة البرلمان ويقولوا وزراء سيادة وأعضاء في حكومة كلها يوقف يخرص الناس اللي منتخبة يا الله تعود تمثل الشعب ويخرص الشعب الموريتاني ويقول له ذا الراجل ما أننا صايبين عنه، ما خالق راجل ما مصيوب عنه ولا خالق برا ما مصيوب عنها. اللي ما مصيوب عنه مؤسسات قوية، واللي ما مصيوب عنه هو توافق وطني على ذا اللي ينقال له القوانين اللعبة. موريتاني لاحقها عاد التوفة من هذه المرحلة الاستثنائية ولاحقها عاد التوفة من اللعب لعقول الموريتانيين. يا الله ذا اللي عندنا اللي عندنا من الخيرات ذا اللي عندنا من الوقت ومن اللي شفت من التفكير ومن الموارد البشرية الشابة، وهو حي الشباب حي الشباب أينما كان يسوى كان موقفه، وخصوصا ذا اللي منه ذرك متبارك يشتغل ويقاوم في الشوارع وينزج به في السجون من أجل موريتانيا أفضل. موريتانيا لاحقها عادت لاحقها اسمح لي دقيقة لاحقها عادت توظف ذمن الوسائل عندها وذمن الجهود وذمن الموارد عندها توظفه في مصلحة الشعب الموريتاني. لاحقنا نوفاو من ذمن الروق وذمن اللعب على عقولنا ومحاولات تمريره. يا أخي شن هي أولوية تغيير علم لنفترض نعم جيد سنأتي على هذه النقطة تحديدا، لكن يعني بعضهم يقول إذا ما حكمنا حزب التكتل إلى الميدان فيما يتعلق بهذه المواقف يعني التصعيدية من التعديلات الدستورية، وليس حزب التكتل فقط بل المنتدى الوطني أيضا للديمقراطية والوحدة، وهذه الذرائع التي يقولون فيما يتعلق بهذه التعديلات بأنها يعني تعديلات ستنعكس بها ضرر كبيرة على البلد وبأنها تعديلات لا فائدة من ورائها إلى غير ذلك. حتى في أرقى دول العالم تركيا مثلا مررت فيها التعديلات الدستورية وحدثت التعديلات الدستورية أمام الجميع وكانت مسألة عادية. لماذا يعني هذا الخوف أو هذا الهاجس لدينا هنا في موريتانيا لدى معارضتنا هنا في موريتانيا من التعديلات الدستورية مع أنها لا تحمل أشياء كبيرة من قبيل المأمورية الثالثة من قبيل يعني القضايا الكبرى؟ هو اللي غريب لأنها ما عندها لا تكتسي أي طابع أولوي، والغريب ايضا هو 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 هو, هو, هو تعنت هذه السلطه القائمه على تمريرها بالرغم من ان الباب انسد قدامها. انا قلت لك ان قانونيا اللي يلا قبيل يعدل واللي يعدل في البدايه به اللي عندي عنهم حاولوا من الاول مباشره 38 يا غير فهمون ذاك ما هو طريق صحيح.
مشاوشه طريق صواب على علاتها، لكن ضدها من اللي لا نرى اولويه ولا 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 ولانا موافقين على الـ على الـ على الـ الجو اللي يخلق فيه الحوار ولانا جزء من الحوار معناها المخرجات وما موافقين عليها. يا غير لنفترض قاع انهم قبضوك الطريق السليمه، الطريق السليمه 99 100 101 هاي المواد الثلاثه هي هي اللي يلا تعدل. كيف تعرف؟ وهذا طبعا جدل عريض وطويل وفاتن قال فيه المقيول. كونهم يرجعوا ل 38 هذا عبث وحقيقة وحكما ما يجد حد يقبلوا به اللي به اللي نوع من نوع من نوع من التفرسي وتوف نوع من التفرسي ولي عناق النصوص ولي عناق الدستور على وجه الخصوص. ذكرك يا اخي العزيز لتركيا مع كامل احترامي نعتبر ان لا مقارنه لا السماء والتراب. تركيا فيها حكومه وانا هون ما دوري طبعا الاشاده باي حكومه اجنبيه ولا هذا غير تذكرتها وتوب ليش دو اخبارها على عجاله. تركيا فيها حكومه ديمقراطيه اولا، ثانيا حكومه وطنيه، ثالثا حكومه تشتغل من اجل شعبها. ومعلوم ضروره ان الشعب فيه 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 الرخاء وفيه التنميه وفيه وفيه ويحس بن المعدل معدل من اجله الى اللي خلقت فيه تغييرات دستوريه فيها اجماع وطني. وطبعا الناس البعض منها ضد 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 ضدها وصوت ضدها بظروف واضحه وشفافه، اذا لا مقارنه. انا نختار نصد شوي على جهه حاله اخرى طرات ما هي بعيد منا في افريقيا، بنين رئيس منتخب عندي عنه لا السنه الماضيه حاول تغيير الدستور عن طريق البرلمان والتغيير ما فيه عظام انه يدوروا راسه به اللي قال انه ينعدلوا لا مأمورية واحده لاني انا قاعد ما تتقابل الانتخاب مره اخرى. رفض برلمانه الرجل بكل حكمه ورويه تقاعس على الدوره وقال راني محترم ممثلي الشعب البنيني اللي عدلوا وانتهى نهايه من الموضوع. القضيه ما هي قضيه شد عضلات ولا هي قضيه معركه ولا هي قضيه شخصيه. انا عندي احساس ان رئيسنا هون انه احنا هون انه يحس ان برلماننا رفضها رفضته غرفه منه ولكن غرفه اخرى ايضا مررتها. هي قال البرلماني قال لغرفتين وفي ظروف معينه انت النصوص واضحه ومجلس الشيوخ هو الغرفه العليا ومجلس ثم المنطقه اللي طرحها رئيس الجمهوريه ما هو عقلاني عندكم قضيه عن رفضوها شوى 30 من مجلس الشيوخ بينما هوك عدد يتضاعف اكثر من مره. لا 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 انا مررها يعني انا 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 انا, قاب أنا, أنا تابعت تلك المقابله ليلتها وحقيقه وحكما انا من نفسي تاسفت على المنطق من 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 فم ياتي من رئيس دوله وفي ظرف معين حساس كيف هذا. والله شيء في الحقيقه يحزن كونه قضيه بالنسبه له قضيه حسابيه و33 هون و100 وشي وكذا. قضيه غرف قضيه شهيده شاهد من اهلها هذه اغلبيتك هذو الشيوخ اللي ينتمون ولا زالوا مثلا يقولونهم ونحترموا لهم ذاك انهم هما وحدين من اهل من اهل من اهل الاغلبيه. يقير يراون ان هذا ما في مصلحه. خليني انا نقول لك من وراءهم هما وراءنا احنا في التكتل وفي المنتدى القوى السياسية والحراك السياسي من واكشوط فم إحساس وهذا أنا شيء يثلج القلب عندي وفرحني الحمد لله على موريتاني فم حراك وطني في الولايات في الداخل حتى في بعض بعض مثلا الفئات وعلى مستويات معينة ناس رافضة لدى المبارك معاه وعنده إحساس بأنه ما هو 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 المصلحة ولا هو أولوية. مسألة بسيطة اليوم والأسعار راهي الناس تعرف ذاك الواقع لها قليلة مادة ما انضربت في اثنين ودوبل سعرها مار ودلوير الملح الله ما خالق شيء يقد اليوم ينطاق. هذا الموريتانيين كاملين يعرفوه. كيف يتصور إنسان عاقل أن لا هي تنقبض 6 مليارات إلا بتزيد ناهيك عن الدقديق وعن ذاك اللي لا هي ذاك اللي ما كل حد من ذيك الجماعه الله يعفي عنه وعنهم ان شاء الله خاضع ليش لا هي يكرد منه شيء وعن لجنه الانتخابات وعن 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 هذا من الفضه لا هي تقبض مده وتزرقه في استفتاء حقيقه وحكما يراد منه تغيير علم يراد منه ظاهره اللي في الظاهر يقير احنا قايلين احنا في التكتل والله قاع في المعارضه كامله ان ذاك لا ما هو الا ما هو بصفته ذيك ان ذاك لا تحته شيء
ان ظهرنا مولانا ان القضيه المديور بها هو فتح ذاك الباب. اياك ربما يعود وراء شيء اخر قد يعود له يحاول مازال تغييرات اخرى، وهذا قاع ما جحده هو رئيس الدوله في مقابلته شيء يتعلق بالمأمورية الثالثه. لما لا احنا 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 نشوفه وخالق شيء منطقي قد حد يستنتجه من تحليله ومن من اللي راعي فيه وخالق قاعد اللي يقولوا اهله وما قاع ما هم جحاده حتى وليت وذيك قال ان الدستور قاع يلا مازال يغير مره اخرى وقال انه هو ما هو واخذ عن المشهد السياسي. هذا متناقض مع حد فات قال انه مأموريته هي مأموريته التاليه لو انصف الدهر هو كرئيس ما يقد تنتهي مأموريته ويمشي ويزاول ايضا العمل السياسي. شوف يزاولوا بعد يا قاري احنا نعرف موريتاني واحنا نعرفون 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 المشكل الاساسي. انا ذكرت لك الازمات الاقتصاديه ومشكله الاسعار والحياه اللي مثلا حياه المواطن اللي في ظروف صعيبه. يا قير ظهرنا مولانا ان ام المشاكل وام الازمات تبقى الازمه السياسيه به اللي هي اللي معكره الجو هي اللي ما يخليتنا نتقدموا. هذه الازمه السياسيه متى تعرف يا الله تعرف انها من اسبابها الرئيسيه هو اللي قالوا الانتخابات، هو الجو اللي تجري فيه الانتخابات وقوانين اللعبه الانتخابيه. الين يعود رئيس مازال جالس على كرسي الرئاسه يقول انا مازلت لين غير الدستور بعد مأموريتي، هذا نقطة استفهام. أنا ما زلت لاهي أنا دور نرشح، هذا ماذا وقته؟ أنت إلى عدت اللي هامك شيء صحيح. قول أنا لاهي أسلم السلطة بصفة طوعية بصفة مثلا هادئة وشفافة لذاك اللي لاهي يختار الشعب الموريتاني. كونك أنت راجل من أهل موريتاني إلى اللي توفى من رئاسة موريتاني تقد تدعم زيد والله عمر، هذا شيء آخر بمواردك الشخصية. يا قير أنت ما زلت قاعد في السلطة وتعرف حساسية الوضع وتعرف أن المشاكل اللي تعاني منها موريتانيا أساسا هو الغبن السياسي وهو هو هو تدهور العملية الانتخابية. ما قط نشحت خلك شيء 2007 2006 على علاته فنيا قد يعود حسبته صالحة. يا غير بعد تمت الدولة اللافم تمت اللجنة العسكرية العسرية ذيك الساعة والهيئة اللي والسلطة ذيك الساعة الانتقالية لا ناعرة ولا عندها مرشحة، وهذا ما هو صحيح. هذا هو المزال مخيوف منه اللي يلا. والحكمة ان محمد بن عبد العزيز الرئيس محمد بن عبد العزيز يتريث ويقول انا شعبي وممثلين الشعب الموريتاني قالوا لا للتغييرات. هاي التغييرات قاعد الهدف منها شنو؟ لماذا اصر عليها؟ يراجع نفسه. وهذه المأمورية اللي ذهي اللي احنا يقر هو الاصل ما هو الاستفتاء. الاصل ما اعلن انتم لا انتم كمعارضه تمثلون الشعب الموريتاني وتحترمون اراده الشعب الموريتاني طبعا. الا تعتقدون بان الذهاب بتعديلات الدستوريه للشعب الموريتاني حاليا يجسد يعني الوضعيه السليمه وال يعني اللي مثلا يلا تدخلك اصلا وهي قضيه ان يستفتى الشعب في مصيره؟ شوف يعني بدلا من نواب الشعب هو قاعد الكلام وفي ملاحلة لا ما خلوا الشعب قاعد لا 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 ذيك 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 بعض من بعض من بعض من التحاليل والله بعض من الامور اللي انا نقول مثلا نعتبرها شعبويه نوعا ما والله شيء والله سطحيه اسمح لي العباره وطبعا ما هو موجه لك هذا موجه ذاك اللي لا حد قايل وجهه نظر اخرى وتوب. يا غير انا كنت نقول سابق سؤالك الاخير الكريم ان 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 حد حكيم يبقي مصلحه بلده ما يقول انا فرصة عليا من فرصيك الشعب الموريتاني على شيء ما تبقيه. ظاهر اليوم ان الشعب الموريتاني ضد هذه التعديلات اللي ذي وعليه حد حكيم وهامته مصلحه بلده ولا هامه انه يزج في بلده في المتاهات والمشاكل اللي للاسف الشديد شفناها شوف العين في بلاد اخرى محيطه بينا وقريب منا ونسيجها الاجتماعي وتركيبتها وازماتها ومشاكل السياسيه وتاريخها الى اخره الا ما هو بعيد منا قد لا تقارن بينا. يقول انا هذه مأموريتي الثانيه وفت تعهد للشعب الموريتاني اني ماني مترشح لا يسلم السلطه بصفه طواعيه لذاك لا يختار الشعب الموريتاني ونشرف على نكفر عن ذا اللي في تعدلته ونشرف على انتخابات شفافة ونسيها إلى آخره. سؤالك قلت لي
الكلام فم ولا أحلى. القضية ما هي قضية جوقة، هي القضية عندها نصوص وعندها نصوص هي اللي تسيرها. الدستور واضح. قلت لك قبيل أن الدستور هو العمود الفقري الذي قالوا دولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، معناها أنه ما يجد حد يجوق فيه ولا يجد حد يقول أنا ليه نعدل والله نعدل. أنا الشعب الموريتاني، الشعب الموريتاني وافق غير وافق على دستور مسطرة معينة، هاي المسطرة اللي هي يلا حد يحترم هالو. الدستور ما يقدر يغير، ما هو في المواد 99 101 38 لي عناق، لي عناق النصوص واستعمال في غير محله. يوظف الاستفتاء لمجالات اخرى، ما يوظف الدستور. جيد. الآن يعني بعضهم يسأل تحديدا عن الوضعية العامة للمعارضة الموريتانية حتى في ظل هذه التجاذبات الحالية، يعني يتساءل لماذا هذا الرفض الذي تجمع عليه أحزاب المعارضة الموريتانية لقضية تمرير التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي، لماذا لا ينجح هذا الإجماع أيضا في جسر الهوة بين التكتل والمنتدى الذي لم يعد جزءا منه؟ شوف التكتل ذاك اللي بينه هو المنتدى واضح ولا فيه لبس. احنا زملاء درب وفي نفس الخندق وعلاقاتنا طيبة بالجابر وبالتضام. الرئيس احمد الدادة يجبر الرؤساء بالتضام وعلاقاتنا طيبة الحمد لله، حق انه مرحلة معينة ما توافقنا على جزئيات والله على امور احنا اعتبرناها مهمة كيف الموهدات الى اخره، وعقب اظهرنا كاملين ان الطرف الاخر انه قاعد بالنسبة له لا جوقة وتوف. وعليه احنا بصدد باذن الله القيام قدر من النشاطات مشتركة وفهم تعاون وطيد وتحليلنا الوضعية متوافقين عليه 100%. و و و و و و ولانك جاهل طبعا ان ليله 4 ليالي والله 5 قامت الفنانه والشيخه المعلومه الميداح باحياء ليله سماتها الليله الوطنيه، وجابرنا ايضا في طارها وجابرنا مع 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 الشيوخ اللي نحترمون هم واقفهم ونعرفون هم رجال من الاغلبيه يا غير مولي عدلوا في الحقيقه انجاز عظيم من البلد اللي له. وظهر لي مولانا اللي كانت تقول اصلا المجاهدين قديما موريتاني ان مخاوينا احنا وهم واحنا والطيف المعارض بصفه عامه لهذا النهج الاحادي مخاوين افام الشعب. فم مصلحه وفم خوف على موريتاني، فم مصلحه في المشي ضد هذا النهج الاحادي اللي مدمر للاسف الشديد. انا نختار نقول للأغلبية ونختار نقول للرئيس محمد عبد العزيز انه ذا الواحدين فيه انه مدمر وحد ما يقيس بلده يمشي به شور 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 الهاوية وان ذا عواقب وخيمة. احنا كحزب عندنا لا النضال السياسي يا غير مولي لا ينسى حد ان الشعوب لا تم 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 لا يوطى عليها وتم لا متخيل حد انها هادئه وانها شيء من النعاج حاشا الى تعقب تهب مولي. وعاده للاسف الشديد عياداك يقد يزج بالبلد في اتون مظلمه. هذا ما خارج حد عاقل وطني يبقيه البلد. واحنا بعد في تكتل القوى الديمقراطيه اثبتنا كذا من مره من 92 عليلة بان ما نبقى موريتاني يكب فيها قدح لنقاش بين الليلين اللي ودقينا 2090 كانت تدخلوا خلقت مظاهرات كيف تعود تسمع ذيك الساعة في نواديبو خلقت هون وخبطوا منا واحدين وكتل منا رقاش في نواديبو من مناضلين للحزب ذيك الساعة. ولكن قيادة الحزب وأطروا قالوا أن أخير مدى لا تهنأ خير بلد هادئ ولا فيه المشاكل وان المشاكل تنحل ربما بالحوار والله بالنضال السياسي. اقرب من ذاك 2007 خلق ذاك اللي خلق 2009 خلق ذاك اللي خلق، معناها ان التكتل ما قطعات من دعاه
الحروب الأهلية ولا هذه النقطة ربما على ذكر التسعينيات يعني تسجلها الذاكرة البريطانية لحزب تكتل القوى الديمقراطية أو تسجلها على حزب تكتل القوى الديمقراطية إن صح التعبير فيما يتعلق بالموقف العام من أي عملية انتخابية حالية. يعني عودتم الشارع الموريتاني على المقاطعة، عودتم الشارع الموريتاني على ترك يعني المقعد شاغر في ظل حكم الرئيس الحالي محمد العبد العزيز، مع أنكم في التسعينيات شاركتم في انتخابات يعني أنتم تعترفون بأن أجواءها كانت أكثر تزوير وأكثر وعدم شفافية إلى غير ذلك، ولم تبرروا للشارع الموريتاني هذه المواقف التي تأخذ. ما نقول لك أنها أكثر شفافية كاملة، لا ما هو متباعد اللي يعني التزوير كان على عين التزوير مازال الله خالق يا واجعبي للتزوير عنده ياس من لوجه يا غير بعض. نختار نقول لك ان شاركنا 1992 في ذيك الانتخابات ذيك الساعه ويعرف القاصي والداني ان الرئيس احمد الداني ينجح فيها وان خلق الصا حق مليك ساعه انقلاب على ذيك الانتخابات اللي ذيك، يا غير انطلاقا من ذاك قررنا ان الانتخابات البرلمانيه المواليه نرفض الترشح فيها من اللي ما خلقت فهم ما أظهر لنا إن 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 إذا بقدم الشيء أنت يا إما تشارك في عملية لا يتقدم البلد لا يتقدم الديمقراطية في البلد، والله لا خيار ثالث، والله لا يتشارك في مسرحية تعرف أنت إن ذا الشخص اللي معدلها وذا الحكم اللي معدلها إنه الهدف عنده منها هو تنعات واجهة للخارج. تابعوا نعم تابع وعليه احنا حقيقة وحكما ما قط يكون شاركنا إلين اللي نرى احنا حزب سياسي وبين فعاليات ونناقش أمورنا داخليا ونقيم الأوضاع، شاركنا فيما بعد بعض من الانتخابات فعلا في ذوك العهد اللي سبق عهد الحكم الحالي إلين اللي على سبيل المثال الساعة خرقت بطاقة التعريف اللي ما هي قابلة للتزوير. ما نعرف كانك متذكر هذه السابقة هاي ورك شاركنا أيضا. نعم تابع. إذن نحن حقيقة وحكما ما نبقو البلد يكون يتقدم. يقال البلد مولي إلين اللي تعود ترى أنك مشاركتك وإعطائك صك مثلا براءة والله 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 نوع من الاعتراف من العملية الديمقراطية. هذا مقاعس البلد ما هو مقدمه به اللي انت لين اللي تتوافق على عمليه وتعطيها مصداقيه في الداخل والخارج. هذا محاسب عليه وطنيا ورعياك، انا محاسب عليه فاخرتك به اللي حقيقه وحكما. جيد. في النهايه قبل ان اختم معك الجزء الاول من البرنامج اريد ان اسال عن الموقف العام لحزب التكتل من الاستفتاء الشعبي القادم. نحن على اعتاب انطلاق استفتاء شعبي، الموقف العام لحزب التكتل من هذا الاستفتاء، هل سيكون مثلا تعبئة وحشد القاعدة الجماهيرية للحزب من أجل المشاركة بلا للتعديلات الدستورية، أم سيكون مقاطعة لهذا الاستفتاء؟ شوف، هذا الاستفتاء نعتبره أنه باطل ما يلا يعدل، وأنه حقيقة وحكما تهور وجناية على الشعب الموريتاني مدة نظمه ذو الظرف اللي ذهو بذو الطريقة اللي ذهي، معناها أنه لي أعناق القوانين ولي عنق الدستور. هذا أولا. ثانيا نعتبره أنه ما هو قاع له يعدل. هذا هو اللي عندنا احنا به اللي ما نلاهين قبله يعدل بشتى الوسائل. احنا كيف قلت لك بالتعاون مع جميع القوى، وراني هون نختار نقول أن التكتل منذ البداية ومن ساعة قاع اللي يواجع يشزم هذا الحكم اللي ذهو على الصدور الموريتانيين وبدأ يعدل لهم ذا الشيء اللي ذهو، وإحنا فاتحين ذرعنا لجميع القوى السياسية جميع الوطنيين وجميع الأحرار في البلد من أجل أن إحنا هما نلتحموا في بريدة ونعدل جبهة واحدة. يبدو بأن المخرج لديه مشكلة في الصوت. سنأخذ فاصل ثم نعود لإكمال الفقرة الأولى من البرنامج. فاصل جلو.
كرام والعود أحمد لتكملة بقية هذه الفقرة أو هذا الجزء الأول من برنامج الرأي العام الذي خصصناه بطبيعة الحال للحديث عن معالم الأجندة السياسية لحزب تكتل القوى الديمقراطية في ظل الوضعية الراهنة. وكان طبعا معنا وما زال معنا الأمين الدائم لحزب تكتل القوى الديمقراطية الأستاذ الإمام أحمد محمدو الذي نتابع معه بقية الوقت من هذا الجزء تحديدا عن الموضوع الذي كنت أناقشه معك فيما يتعلق بالموقف العام لحزب تكتل القوى الديمقراطية من هذا الاستفتاء. إذا ما حدث الاستفتاء هل ستكون هناك مقاطعة من حزب التكتل ومن قاعدته الجماهيرية المشاركة فيها وزيادة نسبة المشاركة في الاستفتاء، أم ستكون حشد وتعبئة القاعدة الجماهيرية له من أجل رفض هذه التعديلات؟ شوف أنا كيف بدأت حديثي معك نختار نقول للمشاهدين الكرام ومن خلالهم جميع الموريتانيين، تكتل القوى الديمقراطية رافض لأي أجندة أحادية ورافض لأي مساس بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، خصوصا في مؤسساتها وفي ديمومتها. وعليه احنا رافضين لهذا، ولأن لهنا بخلو صيفة بالتعاون كيف قلت لك وبالتشاور مع جميع القوى المناوئة لهذه التعديلات جميعها، لا استثني منها أحد، فاتحين الباب للتعاون وللجبار من أجل أن نعدلوا جبهة قوية من أجل موريتانيا. ولأن لا نقبلوا حد يقضي النار في بلدنا، إحنا حالين عينينا. وعليه نحذر الجميع من مغبة ذلي مبارك معاه، وقايلين في تخمامنا ولله الحمد ان فم باذن الله فرج اتي به الاحساس اللي عندنا وهذا النضال وهذا مقارعه هاي الاحكام الاستثنائيه اللي كامشين عليها يدينا وصابرين عليها من 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 ما يزيد على 20 سنه نرى ان الحمد لله بدات تتسع يتسع ذاك الاحساس، ذيك الروح اللي ذيك الاحساس بان ان الاوان للتغيير، أنا الأوان للموريتاني تنعم بخيراتها، وأنا الأوان للشعب الموريتاني أولادك وأولادي وأولاد غيرنا يسواوا في الفرص وتداوي المرضى وتوكل الشياع وتسقى الناس العطشانة. أنا الأوان للموريتاني مواردها وخيراتها توظف من أجل الشعب الموريتاني، ولا تتم تجيها مدة كيف ترقاش كيف يقول الشاعر خذ خيرها ولا تجعلها وطنا لك. وهذا في الحقيقة غير مقبول، وإحنا في تكتل القوى الديمقراطية رافضينه ورافضينه ودورتهم ورافضينه، ولافتنا ملينا من رفضه، وعليه بإذن الله إلى الأمام إن شاء الله ربنا. وهذا المبارك معه ما نلهي نقبله، قايل إن تخمامنا إن بإذن الله هذا الإحساس وهي النهضة اللي قائمة في شتى مناطق موريتاني وفي جميع مستويات الشعب الموريتاني شباب ونساء أرواقيش كبار، إنها بإذن الله تأتي أكلها وإحنا بعد جزء منها، ولأن الله هنا بخلو لها بإذن الله هي شيلين اللي تحصل نتيجتها من أجل الشعب الموريتاني إذن لم يتبقى لي إلا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى ضيفي العزيز في الجزء الأول من برنامج الرأي العام عن معالم الأجندة السياسية لحزب تكتل القوى الديمقراطية في ظل الوضعية التي تعيشها البلد حاليا، وهو الأمين الدائم لحزب التكتل الأستاذ الإمام أحمد محمدو الذي أشكره جزيل الشكر على قبول الدعوة والحضور معنا. شكرا جزيلا أستاذ. إذن مشاهدينا الكرام لنا عودة في الجزء الثاني من هذا البرنامج بحول الله، فاصل قصير ونعود.